حياكم الله أحبائي الكرام، ومرحبا بكم في زيد تي في. نتمنى تكونوا دائما بخير وعلى خير وفي صحة جيدة. اليوم بغيت نعطيكم واحد تذكير بعض العقارات اللي كنا تكلمنا عليهم في السابق، ولكن بغيت نذكر لان بحكم كاين فيديوهات بزاف اللي كيقدر بعض الناس ما يصادفوهمش، ما يمكنش الواحد يشوف دائما جميع الفيديوهات اللي كنحطو. ف كاين بقع للارض، عفوا كاين بقع ارضيه للبيع بمنطقه مسار بمراكش بحيمصار، أراضي للبيع نصف صناعية وصناعية. كذلك كاين أراضي للبيع بمناطق أخرى، غادي نعرضو عليكم الفيديوهات في المستقبل إن شاء الله ديال التفاصيل ديال هاد الأراضي. وكذلك كاين اليوم غادي نوريكم عمارة للبيع بحي الشرف اللي كنا تكلمنا عليها من قبل، وبغينا نعطيكم واحد فكرة أخرى، وهي حاليا يعني في احتمال أنها تتباع، ولكن المهم مازالت حاجة ما تكونفيرمات. هاد العمارة فيها 7 ديال البارطمات، 7 الشقق، المساحة ديالها الإجمالية 160 متر مربع، فيها 7 ديال الشقق زائد كراج. وبالنسبة للطبق السفلي كيمكن الواحد يقدر يغيرو الكوميرسيال، يعني يغير فيه هاد العمارة هادي يمكن الإنسان يستعملها كاستثمار للكراء أو يعود فيها البيع. الثمن ديال هاد العمارة 400 مليون، قابل للنقاش. لمزيد من المعلومات اتصلوا بالسيد عبد الله في 0671 0838 45. استودعكم الله وإلى اللقاء.